من ممكن ولرغم ان ممكن واحد يقول ان يعني ادب مثلا الديستوبيا ممكن نلاقيه انه اصبح شبه ظاهره كبيره قوي في مصريه، وانه تزايد استخدامه في الادب طبعا في جميع انحاء العالم والعالم العربي، بس ممكن نقول ان بقى في يعني كتب اكتر بتميل الى ادب الديستوبيا بشكل عام. ممكن يعني سريعا طبعا يعني عندنا كتابات احمد ناجي ومحمد ربيع ونائل التوخي وبسمة عبد العزيز واحمد عوني، ولو تطرقنا لأماكن تانية في الوطن العربي عندنا كتاب مثلا فرانكشتاين في بغداد لأحمد السعداوي، وكلب الحرب الثاني لإبراهيم نصر الله، وفيران أمي حصة لسعود السنعوسي. فهو يعني النوع ده من الأدب الخيالي، الخيال العلمي أو اليوتوبيا أو الديستوبيا بقى بشكل عام منتشر، وأنا في آخر الكتاب بتكلم عن النقطة دي بشكل عام. بس من وجهة نظري بشكل عام إن هذه الأشكال الإبداعية لعبت دورا رئيسيا في ظهور المرأة على المستوى الوطني والعالمي، والأهم أنها كانت يعني بمثابة أدوات تمكين ساعدت النساء على تحرير أنفسهم من الأدوار النمطية التي فرضها المجتمع، وقدمت أصوات ورؤى بديلة ضمن منظور متعدد اللغات عابر الحدود الوطنية. وممكن نقول إذا كانت يعني وإن كانت التعبيرات الفنية اشتركت في تبني مطالب مشتركة طبعا مع الرجال، إلا إنها كانت دايما تحتوي على قضايا خاصة بالمرأة وتطلعاتها، وارتبطت جميعا بالنضال ضد يعني عدم المساواة بشكل عام القائمة على النوع الاجتماعي وهكذا. ومن ناحية أخرى أنا بقول في الآخر يعني في الكتاب إن هذه الاحتجاجات ألهمت العديد من الرجال والنساء في جميع أنحاء العالم الحقيقة لإعادة التفكير في علاقاتهم بأوطانهم مثلاً، لأن أنا في جزء في الكتاب بتطرق لأدباء الدياسبورا أو أدباء الشتات اللي هم ازاي ادباء عايشين خارج اوطانهم اعادوا التفكير في علاقتهم باوطانهم والادوار التي يمكن ان يلعبوها داخل بلدان المهجر، يعني لخلق تواصل بينهم وبين اوطانهم يعني. فأنا بشكل عام يعني إذا كانت يعني ما حصلش يعني مكاسب زي ما بنقول سياسية أو اقتصادية بشكل عام، إلا إنها الإبداعات دي أسقطت شوية المفاهيم الخاطئة والقوالب النمطية الثقافية فيما يتعلق بأدوار المرأة. وعلى الرغم من إن لا تزال المكاسب يعني محدودة، إلا إنه من الواضح إن قضايا المرأة وحقوقها بشكل عام متشابكة جدا ولا يمكن فصلها عن الخطاب السياسي وبنية علاقات القوة. وبما إن طبعا تحويل وعي الناس يتطلب وقتا يستغرق وقتا طويلا، فإن أنا في نظري إن الإبداعات إبداعات المرأة العربية في تلك الفترة مهدت الطريق لمبادرات ثقافية جديدة في جميع أنحاء العالم العربي، ووضعت نوع وعززت دور المرأة الشراكي من خلال هذه النماذج الفنية زي ما أنا قلت كده. وفي الآخر ممكن نقول إن النضال اليومي من أجل البقاء
هو شكل من أشكال الثورة كما يطلق عليه طبعا عالم الاجتماع عاصف بياد، أطلق عليه مصطلح ثورة الناس اليومية. وحتى لو المستقبل قد يبدو متقلب وغير مستقر، أنا في رأيي سيستمر الفنانون في الحفاظ على أملهم حيا من خلال إنتاج أشكال من التعبير الفني يحافظ على الروح الثورية التي انطلقت في جميع أنحاء العالم. وسيكون الفن دائما موجه نحو المستقبل كعامل للمقاومة الاجتماعية ووسيلة لتوثيق ما حدث وما سيتم سرده في المستقبل. فبالنسبة لهؤلاء الفنانين، الثورة لم تنتهي وبالتالي فهي مستمرة. وشكرا. شكرا جزيلا دكتورة نبين على العرض الرائع ده الحيوي جدا، وال يعني كده رجع لنا أطياف من الماضي. ايوه أيوة يعني الحقيقة محاضرة ممتعة وملهمة الله يخليك. وكمان مفيدة، لأنه إحنا يعني تعرفنا من خلالك على مجموعة كبيرة من أسماء الفنانين اللي كانوا يمكن في لحظة قصيرة يعني ظهروا، أو أعمالهم على الأقل ظهرت، وبخفوت هذه اللحظة هم اختفوا تماما من المشهد. فالمفيد الحقيقة في الكتاب بتاعك إنه بيوثق لهذه اللحظة اللي عبرت بسرعة واللي كانت قوة شديدة بس ما اتمسكتش أو يعني كفاية. فكتابك والبحث اللي انت عملتيه في هذا المجال يعني خلق تاريخ لشيء كان ممكن يندثر، وفي نفس الوقت عرفنا على أسماء. يعني أنا شخصيا كتبت وراكي بعض أسماء الفنانين سواء كانوا مسرحيين أو فنانين تشكيليين أو غيرهم، علشان أطلب من الطلاب بتوعي اللي قاعدين هنا، طبعا قاعدين بينفخوا، يعملوا عليهم سيرش وأجيب لهم عليهم أسئلة، شوية أسئلة في الامتحان كده برضو من باب المداعبة غير اللطيفة. فيعني الشيء كمان اللي عايزة أقوله بسرعة قبل ما نفتح النقاش هو الفكرة اللي انت خليتيها واضحة قوي، وهي انه في كل مرة صوت المرأة بيظهر دي بيكون لحظة ثورة. يعني وكأنه خروج صوتها في حد ذاته هو ثورة. وبالتالي لما بيكون في سياق ثوري فده بيتضافر مع فكرة خروج الصوت النسائي يعني. جميل. طيب أنا طبعا عايزة أكد حاجة قبل ما نفتح النقاش، لأن أنا طبعا يعني أبدا أبدا في الكتاب عمري ما حاولت إن أنا أقول إن المرأة العربية بدأت مع الثورات العربية إنها يبقى عندها صوت وإنها يبقى عندها تواجد. أنا طبعا في المقدمة وده ما أشرتش إليه، لأن أكيد ممكن حد يقول لي وانت نسيتي حركه المراه المصريه يعني من اول قبل كده ومن اول ثوره 19، وطبعا اشتراكها في ضد الاحتلال البريطاني. فانا في الكتاب طبعا باكد على فكره انه المراه كانت دائما يعني صوتها عالي وبتشارك في كل المظاهرات الاجتماعية والسياسية، بس إن زي ما يكون الثورات العربية ادوها مساحة أكبر للتعبير عن نفسها ومتطلباتها وهكذا يعني. متفقة تماما معاكي. يمكن بس يعني أعتقد إنه وجود هذا الصوت زيه زي ظواهر تانية هي بيمر بموجات، موجات مد، في موجات صعود وموجات هبوط. فكون إن ثورة يناير قدمت سياق سمح بموجة هبوط، قصدي صعود،
تالت موجة. يعني أنا بفتكر دايما المثال الشهير اللي يمكن اللي بعض من اللي شافوا أفلام السينما المصرية زي مثلا فيلم زي صباح الخير يا زوجتي العزيزة، وقصدي أسفة مراتي مدير عام، وفيلم بتاع الثنائي اللي هم أحمد السقا ومنى زكي اللي كانوا عاملين فيه كابل كده، وهي كانت مقموعة تماما ووصلت لمنصب وزيرة وبعدين هو خلاها تقعد في البيت، والناس كانت خارجة من أيوة. سينما مبسوطة خالص. الاسم الفيلم تاه عن بالي، بس هو اسم الشخصيتين يعني في الفيلم. فده كان مرحلة حصل بالفعل خفوت لنوع من أنواع الاستكانة كده. أعتقد إن ثورة 2011 ساعدت في إنه الصوت ده يظهر تاني بعد مرحلة من المراحل الخفوت يعني. تمام، أنا طبعا بقى المجال للنقاش لو حد حابب يعني يسأل أو يقدم تعليق أو حتى انطباع. أنا ممكن أنا مستنية الأساتذتي طبعا هما اللي يتكلموا الأول، بس تفضلي يا نيمة. ممكن أعلق. أولا بشكرك جدا تاني يعني فين على هذه المداخلة الرائعة، وحقيقي زي ما قالت سلمى بالظبط علقت، يعني ما أعتقدش هنعرف نعلق أحلى من ما قالت سلمى. فعلا انت عرفتينا على بالرغم ان احنا عايشين في مصر ولكن ما كناش نعرف الفنانين اللي انت والفنانات اللي انت ذكرتيهم، فبشكرك جدا جدا على هذا الجهد اللي انت كمان يحسب ليكي اكتر كونك انك عايشة بره ورصدتي زي ما قلتي لهذا الكتاب اللي صدر سنة 2023 حقبة بتاعة 10 سنين من 2011 إلى 2022 زي ما ذكرتي. فنشكرك جدا على هذا الجهد الذي يحسب ليكي، خاصة إنه صدر منك وإنتي من بره وإحنا اللي عايشين جوه ما كناش نعرف هؤلاء يعني جزء كبير من الفنانات اللي انت ذكرتيهم. لكن انا كنت احب طبعا ان مع كل فنان او فنانة ذكرتيها كنت يعني تذكري التاريخ اللي هي صدر فيها هذا الانتاج من المنظور الثوري اللي انت شايفاه، ودي من ناحية. تاني حاجة ليه بقول كده؟ علشان نشوف هل يعني الإنتاج ده توقف إمتى، خاصة إن عجبني جدا رؤيتك التفاؤلية أو يعني منظورك اللي انت حطيتيه في الختام إن الثورة ما زالت مستمرة، فده منظورك للمستقبل إن انت شايفة إن نتيجة للفنانات دولت اللي انتي رصدتيهم ان هم قد يجوز الصوت يكون بيظهر زي ما قلتي معهم في فترة الثورات، ومش معنى ان هو اختفى او بيختفي لانك طبعا انا مش عارفة تواريخ بالظبط اللي صدر فيهم انتاجهم امتى اختفوا او هم هل ما زالوا لسه بيتكلموا واحنا يعني مش عارفين قوي عشان ما عندناش درايه بيهم قوي. فرؤيتك بتقول ان الثوره ما زالت مستمره، وده النقطه اللي انت عايزه تحطيها يعني كرؤيه شخصيه او كتعليق شخصي في خلاصه بحثك او ابحاثك في هذا الكتاب. فهل فعلا انت شايفة ان الاصوات دي اختفت ومستنية فرصة عشان تطلع تاني ويطلع معاها اصوات تانية جديدة، ولا هي يعني نتيجة الخلاصة اللي انت وصلتي ليها من رصدك فقط ليه هؤلاء او الحقبة دي والفنانات اللي انت ذكرتيهم؟ هل فعلا ده رأيك الشخصي ولا وطبعا يعني ده طموح يعني، ولكن ما حدش يقدر يعرف المستقبل في ايه، ولكن انا عايز اعرف انت بانية رؤيتك او منظورك التفاؤلي ده على اساس ايه؟
وشكرا لك جدا على هذا المجهود المشرف. ميرسي جدا يعني فين، وده فعلا سؤال كتير من الأصدقاء ويعني والأساتذة الكبار حتى، اللي طبعا في مناقشات معاهم دايما عن كتابي، مش متفقين خالص على النظرة التفاؤلية للأسف بتاعتي في آخر الكتاب. ليه؟ لأن يعني مش عايزة أخوض في تفاصيل، بس للأسف الشديد يعني فين، وأكيد يمكن كل الموجودين عارفين إن أغلب الإنتاج الفني لهذه المبدعات كان، أنا بتكلم بالذات عشان أنا ركزت زي ما يعني عن فن الشارع والجرافيتي في مصر، أنا بتكلم عن مصر مثلا في السياق ده، فنهم كان يعني محدود في فترة 2000، من 2011 ل 2013، واحنا عارفين الأسباب اللي أدت إن شوية كل المبدعين بالذات اللي هم يعني متواجدين في الشارع ما قدروش يكملوا إنتاجهم الفني. بعد كده زي ما أنا قلت يعني مثلا بهية شهاب فضلت تعمل جرافيتي شوية في مصر لغاية 2014، بعد كده ما قدرتش خالص خالص تكمل، فبقت تعمل كل إنتاجها خارج الوطن في بلاد تانية ملفة العالم، بس ما زالت يعني طبعا متمسكة بأنها يعني تفشي عن كل الجوانب اللي هي عايزة تثيرها اللي مرتبطة بمصر، بس تقولها بالخارج وفي الجرافيتي اللي بتعمله في الخارج. أنا ليه الفترة بتاعتي من 2011 ل 2022؟ لأن أنا طبعا رصدت طبعا في يعني في مبدعات في تونس مثلا، تونس زي ما احنا عارفين في شوية مساحة للمبدعين إنهم يقدروا إنهم يكملوا مسيرتهم الفنية. فالحقيقة المبدعين التوانسة مثلا هالة عمار أنا شغالة معاها، شغالة عليها قصدي في الكتاب من 2013 لغاية 2022 الحقيقة، وعملت آخر عرض ليها صور فوتوغرافية مبدعة جدا جدا في الكتاب، أنا أشرت عليه وحطيت كم من الصور ليها سمحت لي إن أنا أستعملها في الكتاب. فهي لغاية مثلا 2023 تقدر إنها تنشر وتتكلم بشكل صريح ومباشر عن يعني مطالبها سواء كانت سياسية اجتماعية وهكذا. ومثلا في المغرب برضو زينب فصيقي الكتاب اللي أنا اشتغلت عليه بشكل يعني مباشر أو مكثف هو كتاب صدر في 2019، ف يعني في مساحة برضو في المغرب إنهم يقدروا يعبروا عن كل يعني إحباطاتهم مطالبهم أحلامهم وهكذا. أنا فكرة الثورة مستمرة مش بمعنى ثورة زي مثلا ألان باديو اتكلم عنها عن الشغب الثوري وكده، مش فكرة الثورة الحقيقية اللي هي في الشارع وكده، أنا بقول إن في ثورة ثقافية كانت نتاج الثورة اللي حصلت في 2011، واللي بالمناسبة في 2011 يعني احنا نعتبر دلوقتي 2024 يعني 13 سنة، يعني كتير من اللي شاركوا. وكان في دي ظاهرة تانية مثلا بتطرق ليها في الكتاب يعني فين، وعايزة أقولها لك بشكل سريع، بتكلم عن الشباب اللي كانوا في 2011 حوالين 2011 طبعا عندهم 12 13 14 15 سنة اللي هم شاركوا في الثورة بشكل حقيقي وكانوا متواجدين في ميدان التحرير وكده. الشباب دول دلوقتي عندهم حاجة وعشرين سنة، فدول المبدعين اللي هم بجد اتأثروا جدا بالثورة وإبداعهم بقى في يعني في شكل كده سياسي عميق فاهم قوي اللي بيحصل ملتصق بالواقع، دول بدأنا نشوف إنتاجهم
بشكل كبير جدا اليومين دول. يعني أنا من ساعة ما جيت في مصر بقى لي 3 أشهر أهو، عشان عندي منحة تفرغ لكتابي الجديد إن شاء الله اللي بشتغل عليه دلوقتي. كم هائل من المعارض والمبادرات الفنية اللي هي يعني غير اعتيادية خالص، بتتحدى النمطية، بتتحدى يعني أفكار كتيرة إحنا مثلا اتربينا عليها أكتر أو كنا متعرضين لها أكتر عن طريق الفن اللي كان إحنا بنشوفه. يعني يعتبر أنا أكبر طبعا من الشباب دول، بس أنا شايفة إن في ثورة مستمرة من هذا المنطلق، إنها ثورة فنية إبداعية بتغير كمان، مش بس إبداعية وفنية على فكرة، أنا شايفة إن في الوعي بشكل عام بتاع الشباب دول والناس اللي حوالين ال10 سنين دول، في وعي كده زي ما يكون بيتطور وبيتغير، وفي أفكار كتيرة نمطية، أفكار كتيرة تقليدية حاسة إن هي بدأت شوية تنفجر، والشباب أو المبدعين دول يتخطوها. فأنا يعني عندي النبرة اللي هي زي ما قلت يعني فين فعلا شوية متفائلة، مش عشان أنا شايفة حاجة جامدة جدا بتحصل أو إن في ثورة بتحصل في الشارع، بس إن في نوع من تغيير الوعي الثقافي والفكري حاصل. وأنا يمكن زي ما أنتي قلتي بحكم إن أنا بره، الحقيقة بشوفه كل ما أرجع، فكل ما برجع مصر أنا شبه برجع كل سنة، كل ما برجع بحس إن في حاجة اتغيرت في وعي الناس، وده الأهم في نظري أكتر كتير من التغيير اللي هو ملموس وهكذا. جدا جدا حبيبتي، ميرسي. في حد دكتور كتب خيري دوما، سؤال؟ أهلا بيك. كان في سؤال مكتوب، يعني تحب تتكلم يا خيري ولا نقرأ السؤال؟ ما شفتوش برضو، بس انا طول ما نيفين بتتكلم انا في دماغي ال10,000 امراه ولا اكتر اللي قتلوا في غزه. يعني مش قادر ابعد الصوره عن ذهني، لانه احنا اذا احنا بنتكلم في نطاق الثوره وبنتكلم في نطاق الفن الجديد وبنتكلم في نطاق يعني التمرد، فانا مش قادر اشوف الصوره بعيد عن ده. وانا حتى كنت بقترح في التعليق اللي انا كتبته دلوقتي انه يعني يا ريت نيفين في الطبعه الجديده ولا في اي تعليق جانبي تقول تعدل تصورها بصورة ما، أو تشوف أضاف لنا إيه المشهد بتاع ال7 شهور اللي فات ولا ال6 شهور اللي فاتوا اللي فيه يعني قتل عمدي ل10,000 امرأة في غزة. يعني ده اللي على بالي طول الوقت. طبعا أنا متابع جدا اللي بتقول إن فين في حركات يعني التمرد اللي بصور مختلفة يعني في الفن، وانا شايفها حتى من قبل 2011 ومدرك قد ايه هي بذلت جهد كبير عشان تغطيها في الصور المختلفه. بس كمان يمكن ضروري ناخد بالنا قوي من الحاجات المباشره اكتر، الحقيقيه اكتر، المؤلمه اكتر، اللي زي موضوع غزه. وشكرا ليك يا سلمى والنيفين على المحاضره الجميله اللي انا ما تعبتش منها غير الربع الاخير. مسجلينها وهتبقى موجودة متاحة إن شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. بالضبط. طبعا يعني أكيد، يعني أنا الحقيقة من ساعة ما الكتاب نشر، ويعني هو نشر كام شهر كده، فرحت بيه شوية، وبعد كده 7 أكتوبر بدأ، فبقيت حاسة إن أنا يعني شبه بصراحة يعني دكتور خيري، أنا حاسة إن اللي بيحصل في فلسطين هدم نوعا ما اللي أنا بقوله في الكتاب. أنا كمان مدرك ده جدا على فكرة، شايف إنه خدم، عشان كده بقول لك إنه ممكن يبقى يعني ملحق للموضوع يعني. هدمه، وزي ما يكون
واحد مش قادر يقول يا، لأن اللي أنا قلته يعني طبعا اتكتب وخلص قبل 7 أكتوبر، وبعد كده ده كله يعني أثبت لنا إن في النهاية مفيش حاجة بتتغير بمعنى يعني عام، وإن طبعا يعني نتكلم إزاي عن الإبداع وعن المرأة وعن صوتها وعن يعني تمكنها في وسط الدمار والقتل الرهيب ده. فطبعا يعني أنا مدركة جدا، عشان كده ما بقتش متحمسة بجد حقيقي يا دكتور خيري للكتاب بعد، عامة الواحد ما بقاش متحمس لأي حاجة بعد اللي حصل في فلسطين ده أكيد يعني. فأنا مدركة تماما وفاهمة جدا شعورك. لا بالعكس، انت لازم تفضلي متحمسه للكتاب لانه في حاجه حقيقيه، وهو كانه استمرار لنغمه. يعني انا مبسوط جدا باغنيه اسمه ايه الولد اللي عمل قصيده مصطفى ابراهيم، حلوه جدا، اللي هي في وسط الاحداث دي كلها لو انت سمعتيها يعني. فانا جميلة شايف انه جدا، بالعكس ده استمرار، يعني احنا ممكن نعتبر انه ده كانه امتداد. وانا شخصيا شايف انه اللي حصل في غزه امتداد للثورات اللي حصلت، وانه اللي جاي هيكون امتداد، انا شايف كده يعني بصوره ما، يعني رغم كل يعني الظلمه اللي احنا فيها. يبقى ممكن نقول إن الثورة مستمرة. اه بالظبط، صحيح صحيح صحيح، انا شايفه الاباده كده برضو. مستمره. يعني نأمل. طبعا طبعا، يعني اذا احنا ما تحركناش هتفضل مستمره، ومتهيألي انها دي الثوره يعني. نعم. شكرا ليكم، معلش انا تدخلت بشكل يعني. لا، بالعكس يا دكتور خيري، شكرا، مبسوطة إن حضرتك جيت. الله يخليك، تسلمي. هل في أي تعليقات أو تعقيبات موجودة؟ خلينا نخلص على يعني حقيقي أنا عندي حاجات كتير، بس أنا مستنية الناس تتكلم يعني علشان ما أخدش أنا الكلام كله، لأن ردك يا نيفين وأنتي بتردي أثار عندي تساؤلات تانية. بس يعني خليني أنا للآخر لحد ما نشوف الأساتذة الكبار يعني. لأن نفسي دكتورة أعرفها هالة بس. كمال، دكتورة هالة كمال طبعا أستاذة الأدب الإنجليزي في كلية الآداب جامعة القاهرة، أهلا بيكي، اتفضلي يا هالة. أهلا، مساء الخير. أنا آسفة برضو ما حضرتش أول ربع ساعة تقريبا، كنت قلت لك يا دكتورة سلمى أنا هبقى بره وعبال ما أوصل. فأنا استمتعت جدا بالجزء اللي تابعته، وطبعا في توثيق زي ما أنت قلتي يا سلمى إنه أهمية الكتاب مش بس في التحليل، وإنما بنفس الأهمية التوثيق، لأنه هو ده فن زائل بطبعه، ما هو زي المسلات والأهرامات. فشكرا فعلا على الجهد الكبير والمهم اللي اتعمل في الكتاب. أنا بعتذر برضو ما حضرتش في الأول، فمش عارفة إذا كان اللي هبقى بسأل عليه اتقال، ولكني وأنا بسمع كنت بحاول أفكر إيه نماذج، يعني إحنا عشان عشنا مرحلة الجرافيتي دي، وأنا ليا صديقتي هبة حلمي كانت متابعة وعملت كتاب، يمكن أكيد حضرتك شفتيه، جوايا شهيد، وكنت نزلت معاها في وقت ما هي كانت بتعمل دوكيومنتري توثيق للصور. فبحاول افكر، لان انا بصراحه انا مش عارفه هل في تجارب مثيله بنفس الـ اللي في رايي البراعه والقوه اللي هي حصلت في مصر. يعني ايه نماذج لفن شارع وجرافيتي شبه التجربه المصريه؟ انا مش عارفه، فعشان كده بسال حضرتك، وشكرا جزيلا الله تاني. يخليك، يا ميرسي جدا يا دكتورة هالة. أنا طبعا في الكتاب بتكلم عن هبة حلمي، وبتكلم على فكرة طبعا إنه بما إن الجرافيتي فن زائل، كتير من المبادرات اللي حصلت مش بس هبة حلمي ومايا جروندال لو تفتكروا، هي برضو اشتغلت عن فلسطين بالمناسبة ووثقت الجرافيتي اللي اتعمل في فلسطين وفي مصر في كتاب مش فاكرة طبعا اسمه دلوقتي، بس في كتب كتيرة
ظهرت كنوع من التوثيق للجرافيتي اللي كان بيحصل. اوكي، بالنسبه لمصر، وطبعا يعني سوريا كمان حصل فيها يعني طفره من الابداع في فن الشارع والجرافيتي، كان منتشر جدا، وفي عدد كبير من الباحثين يعني في كل انحاء العالم، بس في امريكا بشكل خاص كتبوا عن الابداع، مش المرأة بس، ابداع الفنانين بشكل عام في سوريا في الجرافيتي وفن الشارع. وكان في طبعا مبادرات، لو تفتكروا كان في بايلارينا كانت بترقص يعني وسط الدمار اللي حصل في سوريا في من 2010 وكده، وكانت بايلارينا مثلا بترقص وسط الدمار ده، وكانت كنوع من برضو انها انها تشد انتباه العالم للدمار اللي بيحصل في سوريا. ففي طبعا في تونس الحقيقه شغل كتير قوي من الجرافيتي، ومش بس جرافيتي، بس فنون الشارع بشكل عام اتطورت جدا، وكان في مبادرات وجماعات كده اتأسست في تونس وعملت شغل كتير قوي في الشارع. وكمان فكرة بذكره كتير وأظن ذكرته النهاردة، إنه طبعا ربط الفن بالمجتمع وربط الفن بالناس اللي ماشية في الشارع، اللي هي ممكن ما تكونش مسيسة قوي أو ما عندهاش النظرة الفنية دي، بس تبدأ تهتم، تبدأ تسأل ده معناه إيه، هو ده أنت ليه رسمه، فيبدأ يحصل الحوار ده، فالناس تبدأ إنها يعني زي ما تكون يحصل نوع من التأهيل أو التعليم أو الوعي حتى يعني بالفن المرتبط بالسياسة والسياسة المرتبطة بالفن. ففي الحقيقة في بلاد كتيرة عربية، في اليمن زي ما قلت طبعا في جزء من الكتاب بتكلم شوية عن بعض المشاريع اللي حصلت في الشارع خاصة بالجرافيتي وفن الشارع، ومثلا مش بس كده زي ما قلت مسرحيات، سكتشات، موسيقى، رقص، يعني فنون كتيرة حصلت في الشارع الحقيقة عشان تخلق نوع من المشاركة الجماعية وسط الناس. يعني الكتاب فيه إشارات كتيرة للعديد من الفنانين في كل أنحاء الوطن. وأنا يعني لو لاحظتم كمان إن الكتاب يعني العنوان الفرعي اللي هو بين الفرديات والجماعات أو التجمعات، singularities and multitudes، هي فكرتي بس إن زي ما تكون الحاجات، كل الحاجات الإبداعية اللي كانت حصلت في الوطن العربي كانت زي ما تكون ليها صدى في بلاد كتيرة في العالم. يعني في أمريكا أنا كتبت في الكتاب مثلا إن أنا إن كان في كتير من المظاهرات اللي حصلت أيام بلاك لايفز ماتر وأيام وول ستريت، لما عملوا برضو مظاهرات قدام وول ستريت، كان في إشارات كتيرة للي بيحصل في الوطن العربي. فزي ما يكون كان في نوع من يعني كانت الحاجات اللي بتحصل في الوطن العربي كان ليها صدى وبتنعكس في مظاهرات كتيرة في أمريكا الشمالية في أمريكا يعني، أو أمريكا الجنوبية حتى، والعكس صحيح. ف يعني فكرة إن إحنا في عالم موحد، وإن اللي بيحصل هنا هيكون أكيد أكيد ليه صدى في مكان تاني في العالم، والعكس صحيح. شكرا جزيلا، شكرا. شكرا يا دكتور هاني. نيفين، كنت عندك سؤال؟ تفضلي. تفضلي نيفين بقى، احنا قدامنا يعني 3 دقايق ويقطع فنسمعك. اه
أنا كان عندي بس سؤالين خطروا في بالي وأنتي بتردي عليا. بالنسبة للفن الجرافيتي، إيه الحقبة السنية اللي عادة يعني بتتجه لهذا النوع من الفن؟ بحس إن هو أكتر يعني المراهقين، وحسب الدول، يعني حسب الدول في الغرب ايه يعني، هل بيكونوا اكثر ميلا للرسم جرافيتي هم المراهقين للتعبير عن تمردهم، بالمقارنة بالدول يعني اللي في الشرق ولا لا؟ دي حاجة. تاني حاجة، مش شرط يعني، ممكن ارد بسرعه لان سلمى تمام. بتقول فاضل دقيقتين. لا مش شرط، بالعكس يعني. لو طبعا تعرفوا كلكم اكيد بانكسكي، اللي هو يعني فنان جرافيتي عالمي، لغايه دلوقتي احنا ما نعرفش هو مين، ما نعرفش شكله. انا متخيله ان هو في يمكن في الاربعينات او الخمسينات، لانه بقاله كتير بيعمل جرافيتي، وده كان منتشر جدا في كل العالم وحتى في فلسطين. طبعا لو تفتكروا انه راح كذا مره الحقيقه متخفي، وعمل جرافيتي كتير في الاراضي المحتله في الضفه في الضفه ودخل مره الحقيقه غزه. فمش شرط يكون شبابي اكتر. هو طبعا يعني اكيد بحكم ان هو يعني فن محتاج شويه ليونه في الركب وكده، يمكن يكون الشباب اكتر بيميلوا ليه. وبعدين فكره الرسم وان احنا نعمل ستانسل ونعمله بسرعه ونجري، عشان طبعا ده نوع من يعني فاندلايز، ونوع من يعني هو ضد القانون طبعا ان احنا نعمل جرافيتي. ففكره انك تعمل الدول بتسمح بأماكن معينة لعمل فن جرافيتي، بس ويعني طبعا بس بس طبعا الفنانين ساعات وعايزة تصل. بيحاولوا يعني بيحاولوا يتجاوزوا ده ويحاولوا كده يعني، عارفة، يكونوا يتحدوا شوية الحكومات، فيعملوا في أماكن المفروض ما نعملش فيها، مثلا على مباني حكومية مثلا. بالظبط. فكرة انك تعملي في مكان مهيأ للجرافيتي ده فن، وده يعني حاجة فيها طبعا بعد سياسي وكل ده، بس فن. بس في طبعا بالذات الـ يعني فناني الجرافيتي اللي هم مسيسين جامد، بيحاولوا دايما انهم بالعكس يروحوا في حتة المفروض ما يعملوش فيها جرافيتي بالظبط. ويجروا حاجات كده يعني. وانا كان ليا تجربة هي مع يعني مع فنانة جرافيتي، وهي بتعمل جرافيتي مش هذكر اسمها، وشبه كان لازم نجري عشان الموت كان جاي على انه كان خطر، كان ممكن يتقبض عليكم بالضبط عشان كده عايزه شباب، معلش. بالضبط بالضبط. بس يعني قلت التجربة معاها قلتي التجربه علشان تعيشي اللي انت كتبتيه. بالضبط بالضبط. اخر حاجه قبل ما يقفل الخط، انا عجبني قوي الفكره اللي انت كتبتيها في كتابك واشرتي اليها، ان انت تتبعتي كمان السن اللي هو بتاع الشباب اللي كان عنده 12 سنه ايام الثوره، ودلوقتي